السلام عليكم، أتمنى أن تكونوا بخير وعلى خير. أنا الآن في شمال البلاد، جئت إلى هذه المنطقة باحثا عن الطيور المهاجرة اللي كتزور بلادنا في هذا الفصل، بحيث قمت بتصوير العديد من المخلوقات اللي متواجدة في هذه المنطقة هذه. فشاهدوا معنا الفيديو حتى النهاية، وما تبخلوش علينا مشاركة الفيديو مع الأصدقاء ديالكم، وكذلك الاشتراك في القناة لكي يصلكم كل جديد. واحد المشكل قريته في التعليقات، الكثير من الناس كيتشكاو من الكتابة على الفيديو. فقط يمكن لك الضغط على زر السي سي الموجود في أعلى الفيديو، ومن ثم غادي تختفي الكتابة لأنك أنت مفعل خاصية الترجمة، وهذا الشيء علاش كتظهر لك في الشاشة. هادو بعض الطيور المهاجرة اللي وجدتها في هذه المنطقة هذه، طيور كثيرة ما شاء الله ومتنوعة. نتمنى أنها تزور بلادنا باستمرار. هذه مستعمرة لطيور أبو ملعقة، تزور بلادنا في فصل الشتاء قادمة من أوروبا وهاربة من قساوة المناخ وتدني درجة الحرارة. طائر جميل جدا وكبير الحجم، ناصع البياض كما تشاهدون. هنا مجموعة من الذكور هذا الطائر تقوم بتنقية ريشها من الحشرات والطفيليات. في نفس الوقت هناك صراع بين ذكور هذه الطيور، إما على المنافسة على الإناث أو لفرض السيطرة على المنطقة ونسبها إليه، بحيث يكون جميع السرب تحت سيطرته. شكل هذا الطائر يشبه كثيرا طائر البلشون الأبيض، وكذلك من حيث الحجم فهو كبير الحجم، لكن هناك اختلاف في المنقار. منقار هذا الطائر يشبه الملعقة وهو كبير وقوي، أما طائر البلشون فله منقار حاد. يساعده منقاره كثيرا في الشجار والدفاع عن النفس، وكذلك يساعده في البحث عن الطعام والتنقيب داخل البرك المائية والوحل. غنحاول نقترب من هاد الطيور باش ناخذ لهم صورة أقرب وأوضح. لدى هذا الطائر طريقة فريدة من نوعها في البحث عن الطعام، فهو يتغذى على القشريات وعلى الرخويات وعلى الأسماك الصغيرة. في هذه المنطقة يوجد العديد من الطيور تعيش بسلام وفي انسجام تام بينها. غالبا ما تكون طيور المياه لديها سيقان طويلة حتى تستطيع المشي وسط البرك.
الآن جاءت فترة الاستراحة والاستحمام وتنظيف الجسم من الحشرات والطفيليات والغبار من الطيور المنسجمة مع طائر أبو ملعقة. هناك طائر أبو منجل اللامع، يشبه كثيرا في الشكل طائر أبو ملعقة، لكن هناك اختلاف في المنقار واللون فقط. كذلك هو من الطيور المهاجرة، وهناك بعض منها من أصبح مقيم في المغرب بسبب ملائمة الجو والطبيعة. كذلك نتمنى أن نشاهد هذه الطيور باستمرار، كذلك نرجو ونتمنى من الله عز وجل أن يسقينا الغيث ولا يجعلنا من القانطين، وارحمنا ربي بالأمطار حتى نستطيع مشاهدة هذه الطيور وهذه البرك في كل مكان إن شاء الله. كذلك وجدنا الطائر الرائع، طائر البلشون الرمادي، من الطيور كبيرة الحجم اللي كتغذى بشكل رئيسي على الأسماك. هذا الطائر كيقدر يبقى لساعات عديدة واقف في نفس المكان، وكيترقب الفرصة المناسبة لاصطياد الأسماك، لكن في هذه اللحظة لم يحفل حفل الصياد، ولكن الطائر لم ييأس ويعاود المحاولة من جديد. تبدو أن هذه المنطقة مليئة بالأسماك، في هذه اللحظة نجح في اصطياد هذه السمكة الصغيرة. طائر البلشون الرمادي يستطيع اصطياد العشرات من الأسماك في اليوم، وكذلك يستطيع اصطاد حتى الأسماك الكبيرة وليس الصغيرة فقط. الآن هو بلع. في هذه اللحظة هذه زوجين من طيور البلشون الرمادي شاهدوا شيئا ما في السماء، هناك خطر محدق بهم في السماء، وتوخي الحذر واجب. ها هو الخطر، طائر مرزة المستنقعات. الطائر غالبا ما كيكون في المناطق الموجود بها البحيرات والأنهار، يصطاد البط والطيور المائية وكذلك الأسماك، ولهذا طائر البلشون الرمادي كان ينظر إلى السماء وتتبع الحركات ببطء وبحذر شديد، ضيع عليه العديد من الفرص اصطياد الأسماك اللي كان مشغول بها. في هذه اللحظة طائر البلشون الرمادي غادر المنطقة حيث حس بالخطر. وهناك كذلك عقاب نساري أو عقاب صائد الأسماك، الطائر مختص في صيد الأسماك، حتى هو موجود في المنطقة، وهذا يدل على أن المنطقة غنية بوفرة الأسماك. هناك طائرين وليس واحد فقط، شيء جميل ملي كتشوف هاد التنوع البيولوجي في بلادنا، واللي من الواجب على كل المغاربة أنهم يهتموا بالبرية المغربية وكذلك يحافظوا على هذا التنوع البيولوجي اللي موجود ببلادنا. الحمد لله، ونتمنى أن الطبيعة تتحسن وأن الخير للأمام إن شاء الله.
كيف كتشوف ان الطائرة بقى في داك المنطقة، هذيك المنطقة الخاصة بالصيد ديالو. وكذلك صادفنا في هذه المنطقة هذه طيور البلشون الأبيض الكبير، الحجم ديالو كبير، نفس الحجم تاع طائر البلشون الرمادي، كون هناك اختلاف فقط في اللون. هذا هو الطائر اللي قلت في الأول أنه كيشبه الطائر أبو ملعقة، فرق هناك فقط في المنقار. طيور كذلك تتغذى على الأسماك وعلى القوارض وعلى الزواحف وعدد كبير من المخلوقات. حتى هو في هذه المنطقة هذيك كيحاول يصطاد بعض الأسماك، وكيبقى واقف في نفس المنطقة لوقت طويل دون أن يتحرك. من أجمل الطيور اللي كنستمتع بالمشاهدة ديالها في الطبيعة هو طائر اللقلاق الرائع، اللي عنده مكانة خاصة عند المغاربة، من أجمل الطيور وألطفها، طائر مسالم، من الطيور المهاجرة التي تزور بلادنا في فصل الشتاء وكتبقى هنا وكتوضع البيض ديالها وحتى كتكبر الفراخ ديالها، وعاد كتولي تهاجر في فصل الصيف إلى أوروبا هاربة من قساوة المناخ في الصيف بالمغرب. يحب الجو المعتدل. في هذه اللحظة هذه هناك تساقطات مطرية، سبحان الله طيور القلاق تجمعت في هذا المكان هذا، كتنتظر توقف الأمطار عادي يمكن لها تتحرك تقوم باصطياد الأسماك. مشهد رائع لطيور القلاق تحت الأمطار، وكذلك هذا المشهد الجميل اللي كيبين التنوع البيولوجي الرائع ببلادنا. هذا الطائر الجميل والرشيق هو صاحب هذا الصوت، طائر أبو مغزل، الاسم مقتبس من المنقار ديالو على شكل المغزل نتاع الصوف. طائر جميل وسريع الحركة، وكذلك يعمل مثل جرس الإنذار بالنسبة للطيور الأخرى عند وجود الخطر. والآن وصلنا إلى نهاية الحلقة أصدقائي، نتمنى يكون عجبكم الفيديو واستفدتوا منه على المخلوقات اللي عندنا في البرية وتعرفتوا عليهم. نتمنى منكم أنكم تشاركوا الفيديو مع الأصدقاء، واللي ما مشتركش معايا في القناة يشترك معايا في القناة وتفعيل زر الجرس، وإن شاء الله نشوفكم على خير وبخير، وتحياتي لكم.